نبداو هذا اليوم من جورنال فيغ بخبر عنوانه المغرب الفاسي يفتقد 6 لاعبين مميزين قبل قمة الرجاء. ويواجه فريق المغرب الفاسي مستضيف الرجاء الرياضي غدا الثلاثاء مركب محمد الخامس برسم الجولة التاسعة من البطولة الوطنية بغيابات كثيرة مؤثرة. غتصعب مأموريات العودة بنتيجة إيجابية لفاس من قلب مدينة الدار البيضاء، وغتشهد صعوبة فريق المغرب الفاسي أمام الفريق الأخضر غياب مجموعة من اللاعبين اللي غادروا الفريق الأصفر بسبب فسح عقودهم إما بالتراضي أو من جانب واحد بسبب عدم توصل بمستحقاته المالية بعد ما جاءوا الجامعة الملكية. وغادر فريق العاصمة العلمية مجموعة من اللاعبين قبل أيام قليلة من مواجهة الرجاء اللي غتجمعهم غدا، وهما محمد الفقي، علاء الدين بوشنا، زهير العروبي، زكريا بالماشي، الجزائري أسامة درفلو، ياسين الذهبي. الرجاء يمنح جماهيره إمكانية الفوز بالقميص الرسمي وتذكرتين. وفي تفاصيل الخبر، منح فريق الرجاء الرياضي رفقة المستشار الرئيسي وان إكسبيرت لجماهير الفريق الأخضر إمكانية الفوز بأحد الهدايا هذا الأسبوع، ونشرت الصفحة الرسمية لفريق الرجاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة للقميص الأبيض للنادي كيحمل توقيعات اللاعبين، وعلقت عليها بالقول شارك في السحب واحصل على فرصة للفوز بقميص موقع من لاعبي الفريق وتذكرتين VIP للمباراة القادمة في البطولة الوطنية مع راعينا الرسمي وان اكسبيرت. الشروط التفصيليه على الشكل التالي: قم بالاداء في حسابك خلال هذا الاسبوع باستخدام الرمز الترويجي الخاص بنا، وشارك في سحب تذكرتين لكبار الشخصيات وقميص الرجاء الاصلي الموقع عليه من قبل اللاعبين. الحد الادنى للرهان هو 100 درهم، كل 100 درهم لديك فرصه اضافيه لتصبح فائزا. سيكون هناك فائزان اجمالا سنختارهما عشوائيا في 28 من هذا الشهر. سيحصل صاحب المركز الثاني على تذكرتين لكبار الشخصيات، بينما سيحصل صاحب المركز الأول على تذكرتين وقميص موقع عليه. بدر بانون يكشف عن وصفته لأناحي ويجدد شكره للركراكي وجمهور الرجاء. وكشف الدوري المغربي بدر بانون لاعب منتخب الوطني الأول على الوصفة السحرية اللي كان كيحضر المواطن عز الدين أناحي قبل كل مبارياتهم بكأس العالم قطر 2022. وكان أشرف داري أكد أن ما كيقدمه أناحي من مستويات جيدة داخل رقعة الميدان كيرجع فضلها لمجهودة وصفة بدر بانون. وقال المدافع الرجاوي السابق في صريح القناة الدوزام أن الوصفة عادية وهي عبارة عن سلطة مغربية كانت كنحضر الأناحي قبل وجبة العشاء، وضاف غنكشف عليها بالصورة خلال منافسات كأس أمم أفريقيا القادمة لكن ملي نوصلوا للدور النهائي إن شاء الله. وعلاقة بالموضوع عبر بانون على سعادته وفخره باستقبال اللي خصو اليوم الملك محمد السادس، وكذلك حفاوة الشعب المغربي اللي حضر بقوة مدينة الرباط، وشكر مدرب الفريق بعد ما رد ليه الاعتبار بدعوته للمشاركة في المونديال مع علم أنه تظلم في مونديال روسيا 2018. وخص بانون بالشكر كذلك جمهور الرجاء اللي وقف بجنبه في الفترات العصيبة اللي عاش مؤخرا بالرغم من أنه كان كيحمل قميص الاهلي المصري. من جهته وضح الناخب وليد الركراكي انه ماشي حاقود وكينسى كل خلافاته السابقه مع اللاعبين، وهذا ما خلاه يوجه الدعوه لبدر بانون للمشاركه في مونديال قطر، مع العلم انه سبق ونشب خلاف بينه وبين بانون لما كان هذا الاخير كيحمل قميص الرجاء وكان الركراكي مدرب الفتح الرباطي. وتابع الركراكي: بدر بانون عزيز عليا والاختيار كان انساني ورياضي، وبدر كان في المستوى الكبير، داكشي القديم عفى الله عليه، انا ماشي حاقود وكنركز على العدل في الاختيارات، ولو انني نقدر نظلم شي واحد بيني وبين الله ماشي مقصود. واتم: بانون تظلم في لاكارير ديالو وكان خاصني نعاونو حيت كيستحق، مرض بزاف وتحيدات سميتو من المونديال والكان ومن الاهلي، وفرحان ليه بزاف على داكشي اللي دار. البدراوي يفند خبر تعاقد الرجاء مع لاعب ارسنال الانجليزي. وفي التفاصيل، فند رئيس فريق الرجاء الرياضي عزيز بدراوي الخبر اللي انتشر امس الاحد حول لجوء لاعب ارسنال الانجليزي السابق للفيفا للمطالبه بمستحقاته العالقه بذمه الرجاء بعد ما اخلوا مسؤوليه بالعقد الموقع من الطرفين حسب بعض المنابر الاعلاميه. وكيجي هذا بعد ما راجت اخبار كتفيد لجوء اللاعب يايا سانوغو لغرفة النزاعات للمطالبة بمستحقاته المالية واللي بلغت حوالي أكثر من 500 مليون سنتيم في مشهد خلف غضب عارم صوف الجماهير الرجاوية قبل ما ينفي رئيس النادي حدود ذلك. ونشر رئيس الرجاء البدراوي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورة للخبر المتداول مرفوقة بصورة اللاعب وكتب عليها كتوب بركة مستح ديال عباد الله عيقتو بزاف، إشارة منه لأن الخبر غير صحيح والهدف منه هو التشويش على النادي. المنشور لقى تعليقات كبيرة من طرف الجماهير الرجاوية اللي طالبت الرئيس بالتركيز على تسيير النادي وعدم إعارة الاهتمام لهذه الأخبار. وجا تعليق أحد المتتبعين على الشكل التالي: وخليهم يكذبوا وحنا عارفين شنو كاين، غير ما تبقاش تجاوب معاهم راك تزيد تعطيهم فاش يهضروا. جواب البدراوي على التعليق جا كالتالي: بزاف هاد التحامل والكذوب على الرجاء، قلت ما نبقاش نجاوبهم في مواقع التواصل الاجتماعي ولكن ما يمكنش ليا نخليهم يسرحوا الناس والجماهير الرجاوية بالكذوب.
عزيز البدراوي يستعد للإعلان عن مفاجأة الميركاتو الشتوي قبل أيام قليلة فقط على انطلاق سوق الانتقالات الشتوية. وكيسارع رئيس فريق الرجاء الرياضي عزيز البدراوي الزمن لإبرام العديد من التعاقدات الكبيرة للمنافسة بقوة على جميع الاستحقاقات المحلية والقارية القادمة الخاصة بالموسم الرياضي الحالي. وربط عزيز البدراوي رئيس المكتب المديري للنسور اتصالاته بمجلس إدارة نادي العين الإماراتي في أفق البحث على إمكانية التعاقد مع خط وسطه المهدي مبارك على سبيل الإعارة لغاية نهاية منافسة العام الجاري، خصوصا في ظل عدم اعتماد مدرب الفريق الأول على خدماته في أغلب المباريات اللي أجراها زعيم كرة القدم الإماراتية. وأكدت جريدة الأخبار أنه في حال ما تم الاتفاق على كافة البنود المتعلقة بالعقد اللي غيربط مبارك بفريق الرجاء، غيكون بذلك عزيز البدراوي وجه صفقة قوية الغريم والتقليدي اللي كان كيطمح بقوة للظفر بخدمات اللاعب المذكور لتعويض الرحيل المرتقب لعميد الفريق يحيى جبران، مع علم أن الأمر ما غيكونش سهل بحكم العلاقة الطيبة اللي كتجمع مسؤولي العين الإماراتي بنظرائهم في الرجاء، خاصة أن عدة صفقات سابقة جمعت الناديين كسفيان العلودي الخرازي وأخيرهم سفيان الرحيمي. المعطى اللي كيحاول الرجاء استغلاله للظفر بخدمات المهدي مبارك، خصوصا أن هذا الأخير ما دخلش مخططات مدرب العين الإماراتي وما كيعتمدش عليه في المباريات الرسمية. وكيسعى عزيز الدراوي رئيس المكتب المديري لفريق الرجاء لإعادة الفريق الأخضر سابق عهده وتوهجه، وكذلك للسيطرة على جميع الاستحقاقات المحلية والقارية القادمة اللي كيبقى أبرزها البطولة الوطنية وعصبة الأبطال الإفريقية. الإشارة مرتقب باش يشهد البيت الرجاوي العديد من التغييرات خلال الميركاتو الشتوي القادم بالتعاقد مع العديد من الأسماء البارزة وسد مراكز الخصاص مقابل تسريح بعض اللاعبين اللي ما قدموش الإضافة المرجوة. كان هذا آخر خبر رجاوي في هذا اليوم جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجاوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم.